لم يصل وزراء خارجية كل من الحكومة السورية، النظام التركي وروسيا وإيران إلى اتفاق نهائي بشأن تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، وذلك خلال الاجتماع الرباعي الذي عقد في موسكو، واكتفى المجتمعون بدعوة نواب وزراء الخارجية بالعمل على تشكيل خريطة طريق بشأن مستقبل العلاقات بين النظام التركي والحكومة السورية. لنتابع التقرير. مخرجات بيان اجتماع وزراء الخارجية لكل من روسيا وإيران وسوريا والنظام التركي الذي عقد أمس بالعاصمة موسكو، وفق مراقبين للشأن السوري كان اجتماعا بدون نتائج حقيقية. هذا الاستنتاج يستند بحسب المراقبين إلى ما نتج عن الاجتماع، وهو تكليف نواب وزراء الخارجية بالعمل على تشكيل خارطة طريق بشأن مستقبل العلاقات بين أنقرة ودمشق، مما يثبت عدم التوصل في الاجتماع الرباعي إلى اتفاق نهائي بشأن تطبيع العلاقات بين النظام التركي وحكومة دمشق. عدم التوصل إلى اتفاق نهائي تنبع من تمسك وإصرار الطرف السوري على ضرورة إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية، بينما يصر المحتل التركي على عدم الانسحاب من الأراضي التي يحتلها حالياً. والأسبوع الماضي كشف وزير دفاع النظام التركي خلوص أكار في تصريحات للصحفيين أن بلاده تخطط لإنشاء مركز تنسيق ميداني في سوريا بالتعاون مع قوات الحكومة السورية، وذلك عقب الاجتماع الأمني الرباعي الذي عقد أيضا في موسكو. ليثير هذا التصريح جملة من التساؤلات، أبرزها يتلخص عن ماهية هذا المركز وأهدافه وإمكانية تحقيق الفكرة. لكن يبدو من الواقع أن هذه الفكرة بدأت تتبلور وتتضح أكثر، وذلك عبر تجديد الاحتلال التركي قصفه لمناطق بشمال شرقي سوريا وتحديدا ريف عين عيسى في الرقة، وكذلك ريفة التمر بريف الحسكة، حيث قصف الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له بالأسلحة الثقيلة وعشرات القذائف قرية تل اللبن بريف تل تمر، ما أدى لفقدان مدني لحياته وإصابة 4 مدنيين بجروح، بالإضافة لنزوح عدد من العائلات نحو القرى القريبة والأراضي الزراعية. حول هذا الموضوع من السويد ورحب بعبد الله حاج محمد رئيس حزب اليسار السوري. أهلا بك سيد عبد الله في برنامج حديث اليوم وعلى شاشتها. سيد عبد الله، رغم أنه لم تخرج هذه الاجتماعات بأي اتفاق نهائي، ولكن استمرار هذه الاجتماعات وتكثيفها تعطي كل طرف ما يريده على ما يبدو. ما الذي يرسم خارج حدود البيانات التي تخرج للإعلام بين هذا الرباعي؟ تحياتي لكم ومن خلال تقريركم الذي ذكر بأن هذا الاجتماع لا يعول عليه شعبنا السوري، لأن هذا الاجتماع ناتج من مخرجات استانة، واستانة لم تجلب للثورة السورية وللشعب السوري إلا الدمار والعار. ونلاحظ أن لكل دولة من الدول التي حضرت لها أجندتها ولها أهدافها في هذا الاجتماع. فروسيا التي بدأت بالعمل الجاد لإقامة العلاقات أو تطوير العلاقات بين سوريا وتركيا لأمرين. الأمر الأول أنها لتثبت نفسها أنها لا زالت على الساحة الدولية ولها معيار وموقع دولي تجمع الدول، وما تلاقيه من انتكاسات في أوكرانيا لتعوضه. والأمر الثاني لتخدم حليفها أردوغان بالانتخابات على ما أعتقد، لأن الانتخابات لم يبقى لها إلا أسبوع من هذا الاجتماع. وقد دعت لافروف مهد لهذا الاجتماع بقوله إنه يعمل لتهيئة الجو للإعادة الأمني للاجئين ومحاربة الإرهاب وإخراج القوات الأمريكية. وهنا عند كلمة الإرهاب نلاحظ أنها في جميع التصاريح الوزراء
ذكروا الإرهاب، ولكن ما هو الإرهاب؟ نلاحظ أن كل دولة من الدول لها إرهابات. فسوريا إرهابها الفصائل المسلحة والمعارضة، وإيران إرهابها الشعب السوري الذي قاومها، وروسيا إرهابها المزعوم جبهة النصرة وما يعترض فتح طريق الإنفور، وكذلك زعيمة الموقف في تلك الفترة هي تركيا التي لها عدة تسميات، وتعتمد أن ما يحدث في شرق الفرات من أسد وإنهم إرهابها، لذلك عمدت لهذا الأمر وتقربت من سوريا برأيي لأمرين. كذلك عندما ظهرت المبادرة العربية بقيادة السعودية وإجماع العرب ومحاولة إغراء النظام للتقرب إليهم، فأرادت أن تتقرب من النظام عندما فشلت بشن حرب على شرق الفرات ولم تساعدها الدول ولا خاصة أمريكا. اليوم اسمح لي على المقاطعة أستاذ عبد الله بأنه اليوم سوريا هي ورقة انتخابية بالنسبة لأردوغان، وذكرت حضرتك مسألة التحولات العربية نحو دمشق. أي مؤشرات اليوم من مصالحة اليوم قد تحدث بين أنقرة ودمشق، أو عودة العلاقات بين أنقرة ودمشق على المدى المنظور بحسب قراءتك؟ والله أنا بقناعتي إن ما يحدث رهان، فالنظام إرضاء لولي أمره روسيا تقرب لهذا الأمر ولا يوقع على شيء، ويراهن على الوقت لتمضي الانتخابات لتظهر أي حكومة سيتفق معها. أما تركيا كذلك تراوغ، ونلاحظ من التناقضات بالرأي بالتصريحات. فسوريا عند الاجتماع بأول الشهر عندما اجتمعوا نواب رئيس الوزراء نواب وزراء الخارجية، قالت ما بتحضر إلا أن تحدد تركيا انسحابها أو تضع فترة زمنية، ولكن بضغط من روسيا وافقت للدخول وبقيت على موقفها بإخراج القوات التركية من سوريا. أما تركيا فكانت تقول بشيء متسع، يعني أنه حتى يتحقق السلام الدائم، ونحن معروف أنه عبراهنه على الحصان الخاسر، لأن النظام لا يقبل بالسلام مطلقا، فالسلام هو نهايته. وفشل هذا المؤتمر كذلك، إذا بتسمحي لي، أنه فشل هذا المؤتمر ما أخذوا بعين الاعتبار أنه العقوبات الواردة على النظام من قبل الولايات المتحدة وتجديدها، وقانون الكبتاغون الجديد، أنه ما أخذوا في الاعتبار هذا الأمر. الأمر الثاني، الدول الأوروبية كلها لم توافق عليه. الأمر المحير لشعبنا إن جميع من تحدث بالأمر السوري كان يطرح أن القرار 22-54 هو الوسيلة للحل، إقامة هيئة حكم كامل، فلم يذكر هذا الكلام على البيان التشاوري. نعم، أي وزير من الوزراء لم يذكره بدليل أنها تمرير مصالح بين الدول. عن هذه المصالح أستاذ عبد الله، عذرني على مقاطعتك، يعني نحن محكومون بالوقت لأنه ما تتفضل به مهم، ولكن عن هذه المصالح، بيان الختام الاجتماع الوزاري وعلى مستوى وزراء الخارجية الأخير بين يعني الدول الأربع، نص على تكليف نواب وزراء الخارجية تركيا سوريا إيران وموسكو على إعداد خارطة الطريق. هنا السؤال عن ما هي المقاربات الأمنية القادمة بين الرباعي، خاصة بين أنقرة ودمشق، وقبل الاجتماع كان في حديث عن أو خطة لإنشاء مركز تنسيق ميداني في سوريا بين أنقرة ودمشق. ما الذي تحاول اليوم أنقرة ودمشق أن ترمي إليه من خلال المقاربات الأمنية؟ من خلال المقاربات الأمنية، أنا ما أعتقد
أن الأمن لم ينقطع بين تركيا والنظام طيلة هذه الفترة. والتصريح الذي صرح به خالوص أكاد وزير الدفاع أنه سيقوم مركز تواصل وغرفة عمليات مشتركة، فهل هذه غرفة العمليات مشتركة بين سوريا وتركيا؟ أين مصالح الشعب السوري؟ أين هم من النازحين واللاجئين؟ وكلهم يتغنوا يقول يعني بالعودة الآمنة للاجئين. كيف يعود اللاجئين إلى بلادهم وقد تهدمت بيوتهم وقد شردوا وقد لم يبقى لهم شأن، وليس للنظام أي إرادة أو إمكانية لقبولهم؟ فهو منحط اقتصاديا، يعني الليرة السورية وصلت لتسع آلاف هذا اليوم. لذلك أنا على ما أعتقد أنه يظهر إعلاميا التقرب مع تركيا حتى يبتز العرب ويبتز المملكة العربية السعودية الذين عرضوا عليه دفع أموال مقابل الكبتاغون، والنظام لا عهد له، وتركيا بنفس الوقت لا عهد لها. كيف لا عهد لها؟ هي تاجرت ببناء الشعب السوري، جندتهم ليحرروا البلاد فأخذتهم إلى مناطق، أخذتهم إلى ليبيا وأخذت جندتهم، وما وجد في المناطق الموجودة في عفرين وغيرها يعتبروا بأمرها. فلذلك المشكلة هون بين روسيا وبين تركيا بفتح الطريق الدولي الانفور، وقد عمدوا إلى هذه التجربة من شهرين، وصلت دوريات مشتركة فضربت أحداها من قبل الشعب عند جسر شغور والأخرى بالقرب من أريحة ووجدوا غير آمن. لذلك الآن شعبنا ينتظر انتخابات تركيا. نعم، وضحت الفكرة أستاذ أو سيد عبد الله، أعذرني على المقاطعة، الوقت المخصص لهذا المحور انتهى وأيضا الوقت المخصص للحلقة انتهى. أشكرك جزيل الشكر على القراءة التي تقدمت بها من السويد الأمين أو رئيس حزب اليسار السوري عبد الله حاج محمد. أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به. ومشاهدينا، مع نهاية هذا المحور وصلنا لنهاية الحلقة. أشكركم على طيب وحسن المتابعة، وإلى اللقاء.